خبر الكابتن رائد النواطير وفسخ العقد كان هذه الليلة. راح نعرف أكثر طبعا هذا الموضوع وتفاصيله وحيثياته عبر إكسترا تايم باتصال مع نجم النجوم الكابتن رائد النواطير. يسعد مساك كابتن. مساء الخير أستاذ طارق ومساء الخير على ضيفك الكريم أستاذ فوزي حسون. طبعا كابتن رائد احنا يعني دائما بنحب لك الخير وايضا وين ما تكون موجود بنحب دائما تكون مبسوط، لكن طبعا يعني هو خبر مؤسف اللي سمعناه اليوم، فياريت يعني توضح لنا هاي الصوره وايضا تحكي لنا شو صار معك بالضبط. والله استاذ طارق يعني مش عارف من يعني انه من وين بدك تبلش يعني، بس يعني انا ما اتوقع هاي النهايه يعني تكون هيك. انا طبعا بلعب، كنت يعني بلعب مع نادي كبير وكحجم النادي الفيصلي، وانا يعني لبيت نداء الجمهور من بدايه الموسم يعني رغم الضغوطات اللي كانت علي. نعم. وانا كرائد يعني كان ناس شاهدين علي عقد التوقيع، وانا كنت مصر على ان احصل على مستحقاتي على مقدم العقد بدايه الموسم، بس بالاخر ضحيت كرمال الجمهور. بس انا اللي شفته الاداره ما ضحت من اجل الجمهور لمصلحه الفريق، بس يعني الحمد لله هذا نصيبي. ان شاء الله يعني انه بالفتره القادمه اني اكون عند حسن الظن، وبرغم الظروف الصعبه اللي مرت فيها الفتره الماضيه انا وزملاء اللاعبين يعني بشكل عام الظروف ما كانت مهيئة بشكل كافي من أجل مصلحة الفريق. طيب كابتن رائد ياريت تحكي لنا أنه أنت هل بالفعل تنازلت عن كل المبلغ اللي بدك إياه وقديش هو المبلغ، وأيضا يعني ما كان في بوادر أنه تنحل هاي المشكلة؟ والله أنا ما لقيت بوادر يعني أنا اليوم تلقيت اتصال من المهندس أحمد العدوان يعني بالحرف الواحد أنا حطيتهم في الصورة وحكيت لهم أن عندي مشكلة خاصة في مشكلة مقدمة العقد من بداية السنة. أنا اللي شك من 20/8 بقيمة 15,000. طبعا أنا حكيت لهم حطيتهم في الصورة أن عندي ارتباطات خاصة هم بعرفوها أنه لازم تنحل، وأنا ما عندي مشكلة يعني بصبر على النادي بالرواتب وبصبر على كل شيء يعني لنهاية الموسم يعني ما عندي مشكلة، بس حلوا لي هاي المشكلة هي قيمة 15,000. طبعا من 20/8 لحد اليوم هذا وأنا أنتظر وعودات. اليوم بكرة طبعا أتصل على المهندس أحمد العدوان، طبعا ما يجاوب، يوم يحكي لي أنه أنا مش قادر أحكي معك وهيك. ظلت مماطلات لأنه أجى الوقت هذا وأجبرني أنه أطلب فسخ عقد، وأنا ما كنت يعني ما كنت اتوقع هاي الامور توصل لحد هذا. طبعا هم ما كان من عندهم مبادره انه متمسكين برائد او من اجل مصلحه الفريق، او الظروف من بدايه الموسم هي بتوحي لك المشاكل، بتوحي ان الموسم كامل مش موسم يليق بسمعه النادي الفيصلي. طب كابتن رائد كلمه لجماهير الفيصلي اللي بتتابع طبعا اكسترا تايم حاليا واللي تفاجات بهذا الخبر، واكيد خبر محزن للجميع. طبعا انا بعتذر من الجمهور، جمهور الفيصلي، انا بدي احكي لهم كلمه. انا رائد النواطير بدايه الموسم نديت لبيت النداء من الجمهور اللي قدم لرائد كل شيء واللي فضل كبير على رائد. انا لبيت وضحيت رغم انه جاني عروض افضل من النادي الفيصلي، بس انا لبيت النداء ووقعت وضحيت، بس غيري ما ضحى من اجل النادي الفيصلي. كابتن أنا بشكرهم وبشكرهم على وقفتهم معي بالفتره الماضيه، وانا بدي اياهم يسامحوني اذا حصل تقصير معي رغم الظروف الصعبه اللي مرينا منها كل اللاعبين بالفتره الماضيه. انهم احنا كان عندنا افضل من هيك كلاعبين، بس انت كلاعب اذا ما تهيأ لك الظروف كامله وسبل النجاح من بدايه الموسم ما راح يقدم شيء الفريق. انت بدايه الموسم تغير 3 مدربين بدك دوري، ما مش راح تحصل هاي تاريخ كره القدم. انت بدايه الموسم بدك استقرار فني واستقرار
من اللاعبين واستقرار إداري ليكون اللاعب مركز داخل الملعب. بس احنا من بداية الموسم واحنا بنعاني من هالشغلة هاي، انه مشاكل مدرب راح مدرب اجا، مع احترام لكل المدربين الظروف ما كانت مهيئة زي ما كنا احنا متوقعين، كأن احنا جايين على نادي فيصلي نادي كبير. اي واحد اي لاعب كان يتشرف يلعب بنادي الفيصلي طبعا، وانا انا تشرفت اني لعبت بنادي الفيصلي وتاريخ قميص الفيصلي، كنت احلم انه ارتدي. بس الحمد لله قدر ما شاء فعل. انا بشكرهم وبعتذر منهم وبطلب منهم انهم يسامحوني، ويعني زي ما بحكوها هاي سنه الحياه. يعني كابتن رائد، كابتن رائد وصلت الرسالة، راح يكون لنا حديث آخر إن شاء الله حتى نحكي أكثر معك بهذا الموضوع. إن شاء الله وين ما تكون موجودة كابتن رائد تكون مبسوط حتى تقدر تقدم وتقدر تعطي، فيعطيك ألف عافية وشكرا لك على هاي المشاركة والتوضيح لجماهير كرة القدم الأردنية حول ما حصل معك.